أعزائي متابعين قناة ديزاد بيك، مرحبا بكم. اليوم نتكلم على المسلسل الذي بثه التلفزيون الجزائري، هذا عبد الحميد بن بديس في الحلقات الأولى، عمره 11 سنة كما تتبعنا وكما ذكر في حلقات المسلسل. فالأب محمد مصطفى أب عبد الحميد نعم مع أبيه على فراش الموت، ولكن لحظة، ما هو الخطأ؟ نرجع شوية إلى الوراء. شوف منين مر، من جسر ملاح سليمان المعروف بباساج بيريغو. هذا الجسر بني سنة 1925 ونحن في الواقع في سنة 1900 فقط، لأن ابن بديس ولد في سنة 1889، زيد 11 سنة، إذن أحداث هذه اللقطة بالضبط في سنة 1900، يعني كان مار على الجسر 25 سنة قبل بنائه. حتى هذه اللقطة أيضا شوفوا يظهر فيها مسجد سيدي راشد، ومعه أيضا جسر سيدي راشد وهو بني في سنة 1912، يعني 12 سنة قبل بناء الجسر. وكذلك نشاهد هذه الصورة، لأنه في الصور القديمة ما كانش فيه صومعة المسجد، كان يعني مسجد صغير جدا وليس به صومعة. هذه أخطاء ربما تبان بسيطة، ولكن بالنسبة لعمل فني فهي